بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أتكلم دلوقتي عن adding characters، واحدة من ضمن الفيتشرز الجميلة خالص في articulate ستوري لاين، إنه بيسمح بيخلي بإني تخليك تحاول تخلي الكورس بتاعك لايف شوية، سنس اوف لايف، يعني تحاول تضيف له عنصر الحياة او كده بان انت تضيف له كاركترز. من قائمة انسيرت يا جماعة نروح للإليوستريشنز برضو كاركتر. عندي نقطتين في إليوستريتد كاركترز، وهي طبعا بيديني مكتبة جاهزة من الكاركترز الخاصة بال دي التوضيحية إليوستريتد، يعني ما بين مال وما بين فيمال، وتقريبا حركة 20 شخصية ما بين وظائف مختلفة، منها نيرس ومنها دكتورز، وظائف مختلفة ذات ككاركترز. وفي عندي اكسبريشنز خاصة بتعبيرات الرجل اونلي ما بين انجري، ما بين مجموعة من العناصر المختلفة. طبعا وانت تختار تقدر تختار الزاوية بتاعك بناء على تقديرك الشخصي. او عندك بوزس، بس البوزس دي اقوى شوية لانها بتحمل ايه ايحاءات مع حركات ايد، احيانا طبعا بتحتاجها انت في النقط ديت. ممكن شور طبعا تعمل كروب لاي جزء من اجزاء الشخصية اللي انت عايزها، ونفرض مثلا حضرتك عايز تختار البوز ديت وتبتدي تعملها انسرتيشن، جاست بس مجرد انت تعملها انسرت انت فري تقدر تحركها زي ما انت عايز. واكشوالي القصه ديت طبعا فاكتور ايمج، ممكن لو شديتها زي ما انت عايز طبعا ما راح بتبكسل منك. طبعا انت ممكن تعمل لها كروب عشان تظهر جزء معين منها، طبعا الكلام ده هيجي في اديتنج على الكاركترز، طبعا الامر ده بيرجع لك في الاول وفي الاخر، بس اكشولي هي الليستريشن ما راح تبكسل منك، وممكن تحطها في المكان اللي انت عايزه. ديت واحده من ضمن النقط الجميله خالص. كما اني المساله مش جاست واقفه على الكاركترز اللي انت ممكن تعملها انسرتيشن جوه او بالليستريشنز بتاعته هو، لا انت ممكن تعمل داونلود لكاركترز مختلفة لشخصيات مختلفة على حسب ما انت عايز من مواقع مختلفة. ده جانب. الجانب الثاني كما انه بيدعم يا جماعة من انسيرت، عندي جانب ثاني كان خاص بالفوتوغرافيك كاركتر. الفوتوغرافيك كاركتر ده شخصيات حقيقية بحقوق ملكية فكرية لأصحابها. ديت عندي اتسومي على ما اظن اسمها كده، وعندي ليها مجموعه من البوزس برضو المختلفه. في المكتبه بتاعه البرنامج بيبقى في اكتر من شخصيه مختلفه، ان شاء الله باذن الله هنحاول نلاقي الشخصيات ديت، لو عرفنا نلاقيها هنحاول نشيرها للناس. ده حاجه من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها اذا كنت عايزها او بتمثل لك عنصر من عناصر المشاركه والدعم والتعزيز او ما شابه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.